أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة الخامسة من العربية التي نستهلها بأبرز العناوين. Sons and his sons' business partners. الجمهوريون يطلقون جلسات استماع في محاولة لعزل بايدن، وثلاث اتهامات تلاحقه من بينها الرشوة واستغلال السلطة. بعد توقيف 19 شخصا في حريق الحمدانية، السوداني يدعو لمراجعة إجراءات السلامة، ومشاهد جديدة تظهر لحظة الكارثة. مخاوف من تقسيم السودان عبر الحديث عن تشكيل حكومتين في مناطق سيطرة طرفي الصراع، ودعوات للعودة إلى المفاوضات. روسيا تعلن زيادة في موازنة وزارة الدفاع بنحو 70%، وتحذر من التكهنات باستخدامها أسلحة نووية. أهلا بكم إلى نشرة الخامسة من العربية. البداية من الولايات المتحدة، حيث تعقد بعد قليل أولى جلسات التحقيقات بشأن توجيه اتهامات. نعم، من أربيل أحمد الحمداني مراسل العربية، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المتابعة. نشرة الخامسة مستمرة فيه أيضا. أكثر من نصف السكان الأرمن غادروا كاراباخ، والسلطات الانفصالية تعلن حل مؤسساتها. وأيضا قراصنة صينيون يسرقون عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية من الحكومة الأمريكية. جديد إلى نشرة الخامسة من العربية. في السودان، بلغت أعداد النازحين بولاية جنوب كردفان القادمين من الخرطوم ومناطق أخرى بسبب الحرب. الآن إلى زياد والموجز الرياضي، إليك يا زياد. شكرا طالب، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. قامت الشرطة الإسبانية بتفتيش مقر لجنة حكام كرة القدم الإسبانية، نشرة الخامسة من العربية انتهت. أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.